تحط كوبايه كبيره من الميه تغلي على النار يا حسني، كوبايه من ميه تغلي على النار، واحط لها معلقه شاي ورق او ناعم ويغلي كده معايا. يا تركاتك بص كده، ده احلى مزاج مع جوزة الطيب كمان لسه. واحده واحده كده اهو، يعني تعمل كوبايه ميه سخنه بتغلي ومعلقه شاي ويا ريت ورق، يا ريت الاحمر، الشاي الاحمر بتاع المغرب العربي، يا جماله يا تركاته يا حركاته يا تفاصيله. يزرد كده، لازم يزرد، يزرد يعني يغلي شاي زردة، يعني شاي مغلي مرة واثنين وثلاثة واربعة عشان تستمتعي بيه. وبعد كده يا عم حسن، بعد ما يزرد كده يا حسني، اروح جاية مغطية عليه كده، اغطي عليه واطفي النار، اغطي عليه واسيبه لحد ما يبرد. تعالى نعمل الكيكة بتاعتنا لحد ما يبرد. الكيكة بتاعتنا عبارة عن ايه يا عم حسن؟ عبارة عن أربع بيضات، ثلاث بيضات أحطوها أكسرهم مع كوباية سكر، واحدة واحدة كده على ما يبرد الشاي عندي. أدي ثلاث بيضات، وأحط لهم نص واحد كوباية من السكر، مش نص كوباية، واحد كوباية، واحد كوباية من السكر، وذرة فانيليا، وأنعمهم كويس مع بعض على السرعة الأولى في المكنة. خطواتك كده كلها قدامك يا حسني. نعم. وعندي كيكة الجزر خلاص، فاضل لها حاجة بسيطة هطلعها وهتحط مكانها البرتقال عشان تستمتعي بكل التركات الكيكات اللي تقدري تقدميها لأولادك وهم بيراجعوا دروسهم بالليل. لسه هجي لك اهو، واحدة واحدة. نعم، الثلاث بيضات وكوبات السكر وذرة الفانيليا كويس. على ما جهز الخامات الناشفة. الخامات الناشفة عبارة عندي هنا ايه؟ عندي هنا كوبايتين كبار من الدقيق، وعليهم نص كوباية من اللبن والبودرة، ونص معلقة كبيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة ملح. وعشان الشاي ينظبط أروح حاطاله جوزة الطيب. يا تفاصيلك يا حسن. وأقلب الدقيق مع اللبن البودرة مع البيكنج باودر مع الملح مع جوزة الطيب. مكونات الناشفة قدامك اهي كلها اهو. وكل شيء بنعمله من أجل مواد غذائية كويسة لأولادك، بنحط لبن أو زبادي أو لبن بودرة عشان الكيكة تبقى مفيدة لأولادك وهم بيذاكروا في أيام المذاكرة بتاعتنا دي وأيام الساعة بالليل. نعم البيض بعد ما نعم على السرعة الأولى. بعد ما نعم على السرعة الأولى يا حسني، بعد ما نعمل على السرعة الأولى، تعالوا مع بعض نشوف هنضيف له إيه. ثلاث بيضات وكوباية سكر وذرة فانيليا. وأرجع بقى لكوباية الشاي اللي أنا غليتها مع كوباية معلقة مع الشاي الناشف، ويا ريت اتفقنا مع بعض يكون شاي إيه؟ يكون شاي خرز، الشاي الورق اللي هو الشاي بتاع المغرب العربي. تعالى نصفيه يا عم حسني. تعالى بقى شوف كده بعد ما برد نصفيه. يبقى عندك جاهز كده بالشكل ده. جاهز عندي اهو كوبايه الشاي المركزه اهي قدامك يا حسني، ونص كوبايه زيت، كوبايه شاي مركزه. تعالى كده يا حسني، الفوليوم بتاع عندي البيض والسكر والفانيليا عالي معايا اهو كويس تمام. اروح جايه مدياله نص كوبايه من الزيت، تعالى يا حسني بقى اجيب الدقيق واللبن البودره والبيكنج باودر والملح وجوزة الطيب احطها، واحل بقى بالشاي الدافي بتاعي. والفرن خلاص اهو، هطلع دلوقتي كيكه الجزر واعمل لها تيست تاني، واحط مكانها كيكه البرتقال بعد ما ابدل
تعالى حط الدقيق اللي فيه لبن البودره والبيكنج باودر والملح والجوز الطيب، واعجنهم مع بعض كده كويس قوي. بعد ما يعجنوا بص بقى وانت بتعجنيهم تقلوا ازاي، تعالى نحلهم بالشاي المبرد الدافي. يا جمالك يا حسني، تمام. واجيب الصينيه اللي انا هقف اخبز فيها، ادهنها ماده دهنيه زيت او سمنه عشان ما تلزقش معايا عشان لما ادخلها على الفرن. تعالى بقى يا حسني نجيب الجناب بتاع الحله بتاع المكنه عشان اتاكد ان كيكه الشاي كلها انسيابيه، مفيش فيها اي كتل يعني مخرزه. وكيكه الشاي دي من احسن الكيكات في الدنيا، تقدري تستعمليها، تقدري تضيفي لها كريمه، تقدري تضيفي لها لبن بودره، تضيفي لبن سايل زي ما انت عايزه. نجيب الجناب بتاعتها عشان تشوف درجه الانسيابيه بتاعتها يا حسني. بصوا احنا بنصب، يا تفاصيلك يا حركاتك يا حسني.